نجدد الترحيب بحضراتكم في الجزء الثاني من الحريف. صدقا يعني الواحد بقى مبسوط لما اسمه مدير فني جديد بيطرح في الدوري الممتاز، بيزود شويه الاسماء اللي بتبقى موجوده، بيخرجنا من لعبه الكراسي الموسيقيه بتاعت 5 6 7 8 9 مدربين عمالين بيلفوا على كل الانديه. لكنها دايما بتبقى ظروف، لكنها دايما بيبقى عناد كره القدم. كابتن طارق عبد الله مدير فني محترم جدا الحقيقه، الناس انا عارف كويس قوي ان هم كانوا في امبي نفسهم ان هو يكمل مع الفريق. لمست ده في اكتر من كلام على الهواء وبره الهواء مع كابتن عبد الناصر محمد ومع اكتر من مسؤول من نادي امبي، ولكنها الظروف ولكنها النتائج في النهايه وكره القدم مش دايما بيبقى التوفيق موجود فيها. كابتن طارق مشرفنا ومنورنا النهارده، اهلا وسهلا بحكم، منور الدنيا كابتن. اهلا وسهلا كابتن استاذ ابراهيم، تحياتي ليك والقائمين على البرنامج. اخبار حضرتك ايه؟ بخير الحمد لله، كله تمام يا رب. خلونا نبتدي مع حضراتكم بالتقرير ده، ومن بعده هيبقى كلامنا مع كابتن طارق. اتفضل. أحدث ضحايا مقصلة المدربين التي لا ترحم في الدوري المصري هذا الموسم نال فرصته في وقت صعب وظروف أصعب، إلى أنه تقبل الأمر وقرر أن يخوض المغامرة، ولكنه اصطدم بالواقع والنتائج التي عجلت برحيله عن الفريق بعد فترة قصيرة لم تتجاوز الشهرين. طارق عبدالله المدير الفني السابق لفريق إمبي تولى مسؤولية الفريق البترولي عقب رحيل إيهاب جلال المدير الفني الأسبق للفريق لتولي مهمة الزمالك، وهو الأمر الذي أثار بعض الفوضى داخل إمبي، إلى أن عبدالله تولى المسؤولية وكان يملأه الأمل في أن ينجح مع الفريق ويعيد هيبة إمبي مرة أخرى. ومن سوء حظ طارق عبدالله أنه تولى مهمة إمبي في موسم من الأساس لم يكن الفريق فيه موفقاً، فبعد أن بدأ الموسم مع طارق العشري المدير الفني الحالي لوادي دجلة إلى أن العشري لم يوفق مع الفريق، ليأتي من بعده إيهاب جلال الذي وضع إمبي على الطريق الصحيح قبل أن يرحل من أجل الزمالك ويتولى عبدالله المسؤولية. ولكن جاءت النتائج على عكس ما خطط له طارق عبدالله وتمناه مسؤولي إمبي، حيث خاض الفريق تحت قيادته 6 مباريات لم يحقق خلالها أي فوز، فتعادل في واحدة ونال 5 هزائم كانت أقصاها من سموحة برباعية مقابل لا شيء، وآخرها من الرجاء بثلاثية مقابل لا شيء. ليفضل طارق عبدالله الرحيل تاركاً المجال لمدرب جديد قد يكون حظه أوفر منه مع الفريق البترولي. كواليس توليه المسؤولية، كيف أبلغ إيهاب جلال مسؤولي إمبي برحيله للزمالك؟ هل لم يجد الدعم الكافي من اللاعبين؟ كيف تعامل مع فترة الانتقالات الشتوية الساخنة التي مرت على الفريق البترولي؟ وما هي كواليس رحيل صلاح محسن إلى الأهلي؟ وهل يؤثر توليه منصب الرجل الأول مع إمبي على مستقبله في الفترة المقبلة؟ كل هذا يتحدث فيه طارق عبد الله مع إبراهيم فايق في الحريف. كابتن طارق، ايه الاسباب اللي ادت الى انه حضرتك ما تكملش، رغم انه زي ما كنت بقول لحضرتك قبل التقرير الناس كانت حابه جدا انك تبقى موجود؟ والله الاسباب عدم التوفيق بس فقط لا غير. قدمنا مباراه كويسه جدا فنيا بشهاده كل الخبراء او كل المحللين، الناس اللي هي بيهمها الاداء ما يهمهاش النتيجه، كلهم اشادوا بالفرقه في هذه الفتره والحمد لله قدمنا كره على اعلى مستوى، بس ما فيش توفيق. انت بتتغلب في بماتش سموحه ب3 ضربات جزاء ما بتحصلش طبعا، بتتغلب في ماتش البتروجيت وانت الافضل المفروض تطلع مباراه مكسب، تطلع هزيمه في الدقيقه 90، بتتغلب من الجيش في الدقيقة 93 وانت برضو الافضل بتكسب الماتش ده، فهي طول عند ربنا سبحانه وتعالى. انما بتيجي للناحية الفنية بالنسبة للفرقة الحمد لله، بتيجي لنسب الاستحواذ بالنسبة للماتشات دي كلها الحمد لله نسبنا هي كويسة جدا على اعلى مستوى بشهادة الناس كلها. التوفيق ده هو اللي بيقعد المدرب او بيمشي المدرب حاليا دلوقتي، بناء على النتائج مش كويسة، فانا يعني فضلت ان انا انسحب بهدوء كده. طبعا الكره ما بتتعاندش بصراحه، يعني عملت اللي عليا انا والجهاز المعاون معايا. بتبقى بايخه قوي لما بتعند، بتبقى بايخه يعني، وما تعاندهاش كمان. يعني انت ما تعاندش الكوره لان مش هتديك في الوقت الراهن دلوقتي، الوقت الحالي دلوقتي مش هتديك، فيفضل ان انت تنسحب. فانا بعد مباراه الرجاء كلمت كابتن عبد الناصر محمد مدير الكوره وقلت له ان انا مش هقدر اكمل الفتره دي. كانت نتيجه برضو غريبه ماتش الرجاء جدا جدا، ضربتين جزاء برضو نفس الكلام، فالامور باينه انها ماشيه ضد اتجاهك او ضد فكرك انت اللي انت عايز تنفذه.
ففضلت انا انسحب لان زي ما بقول لحضرتك الكوره ما بتعنتش، وان شاء الله التوفيق للجهاز الموجود بقياده كابتن خالد متولي ان شاء الله. ايه اللي حصل في الفرقه؟ هل هي مهزوزه نفسيا؟ عمرنا ما شفنا امبي كده، ده طول الوقت امبي فرقه حتى كمان لو العمليه هربت منها بيرجعوا تاني، ايه السبب؟ ما انا بقول لحضرتك هو توفيق فقط لا غير. توفيق لا غير. فقط لا غير، الماتشات اللي احنا لعبناها دي كلها باستثناء مباراه الرجاء فقط لا غير، كل الماتشات الحمد لله ادينا فيها اداء كويس جدا، هو التوفيق فقط لا غير، وانما مفيش اسباب تانية خالص يعني. هل اللعيبه ما عندهاش كان فكر استيعاب اللي كابتن طارق عبد الله عايز ينفذه معاهم؟ لا ازاي، هم بدليل ان هم نفذوا في المباريات، نفذوا اداء كويس جدا بصراحه يعني. نفذوا، بس حته ان انت احراز الاهداف مثلا ضاع جوان كتيره جدا، واي فرصه بتيجي عليك بتيجي هدف او ضربه جزاء، حاجه غريبه جدا طبعا. انما اللعيبه بالامانه نفذوا، حاولنا اشتغلنا معاهم الفتره فاتت شغل كويس جدا. انا برضو عايز اقول كنت مركز على ايه اكتر حاجه؟ كنت مركز على ايه يا كابتن؟ ان انا اقدم كوره جماعيه نمره واحد، اهم حاجه الاستحواذ فيها، ان انا ابقى انا اسيطر على المباراه عن طريق الاستحواذ. وده فعلا بالطبع انا نفذناه واللعيبه نفذوه، لان كنت ببدا الهجمه من تحت. ده بيحتاج برضو شغل كتير، يحتاج ان انت عندك لعيبه تكون عندها مهارات كرتها كويسه، كرتها كويسه، عندها تسليم وتسلم في مناطق معينه صح. محتاج طبعا فكر، محتاج ربط مع بعض، محتاج ثقه. ان اللعيبه تبقى عندها ثقه انها تشتغل جوه ال 18 وانت بتحضر كوره جوه ال 18 تحت ضغوط. يعني كل المباريات كلها تحت ضغوط، الفرقه المنافسه بتيجي تضغط عليا من فوق، بحضر برضه وبصر ان انا احضر كوره من تحت. يمكن شايفين احنا المان سيتي طبعا عامل ازاي. فكر كسبان اربعه، فكر الراجل ده طبعا يمكن الوحيد اللي في العالم بيشتغل كوره من تحت مع تبادل المراكز، كله بيشغل كوره من تحت، مع مركزيه. يعني ايه مركزيه؟ انا بتكلم اللعبه تفضل موقفه في مكانها، بنحضر الكوره بتجي لي يمين شمال، لان الراجل ده بالامانه انت تاخد بالك اللعبه الكوره شغاله والاماكن اللعبه بتتحرك بدون كوره، لعيب بيتحرك بتلاقي في لعيب مكان، لعيب بيتحرك. فكرك يعني فكر كابتن طارق عبد الله هو فكر بيب جوارديولا. انا كان نفسي ان انا انفذه، ونفذت جزء منه، كان نفسي بصراحه انفذه، ولا قد امكانياتي ان انا قدرت احفز يعني الى حد ما اقول ان انا وصلت لجزء منه. هل رحيل الكابتن ايهاب جلال اثر على مستويات الفرقه؟ بالطبع طبعا. طبعا كابتن ايهاب مدرب كبير، ما اقدرش انكر دي، وكان ماشي بخطوات ثابته في الفرقه. طبعا رحيله اكيد اثر على الفرقه تاثير سلبي يعني. كنت تتمنى تيجي في ظروف احسن من كده كابتن طارق؟ طبعا طبعا كنت اتمنى احسن من كده، بس انا عملت اللي عليا يعني. انا راضي عن نفسي، مقتنع بانك عملت كل حاجه عندك. راضي عن نفسي يعني الفتره دي يعني. اذا سالت حضرتك على الفتره اللي جايه بالنسبه للامبي وتولي كابتن خالد متولي المهمه الفنيه، كيف ترى امكانيات الفريق والظروف اللي جايه هتبقى عامله ازاي؟ هل هتخدم الفرقه ولا لا؟ اتمنى التوفيق لكابتن خالد متولي وجهازه. طبعا عندنا كوادر في ام بي، كابتن خالد وكابتن ياسر امين وكباتن كبار في ام بي موجودين، اتمنى لهم التوفيق يعني. اللي ما كانش موجود معايا اتمنى لهم هم التوفيق يكون معاهم، لو معاهم التوفيق ان شاء الله هيمشوا بخطوات كويسه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. اتعاملت ازاي مع صلاح محسن والعروض اللي كانت جايه له تحديدا من الاهلي؟ صلاح كان جاي له عروض داخل مصر وخارج مصر، وكنا نفضل ان هو يعني يطلع خارج مصر لان عنده امكانيات كويسه جدا، يقدر يكرر تجربه محمد صلاح تاني، عنده سرعه وعنده مهاره. كنت اتمنى هو يروح بره مصر؟ اتمنى يروح بره مصر، كان هيعمل محمد صلاح تاني، ومش عايز اقول يعني هو يعني كان ممكن يبقى محمد صلاح تاني. انما هو ما بيحبش الغربه، قال لك افضل ان انا العب جوه مصر، لان جا له عرض بره كويس جدا. فهو رغبته ما قعدتش معاه، ما اتكلمتش معاه كابتن طارق لانه كان في الوقت ده حضرتك المدير الفني للفريق؟ لا اتكلمنا معاه، بس انت عارف حضرتك ضغوط بتاعت الوكلاء طبعا، ضغوط اكبر من انت كمدير فني. هو الولد خلاص ما خلاص خلاص انت فكره خلاص انت انه يبقى موجود تواجد في انبي، عايز يروح النادي الاهلي وخلاص. حاولنا نقنعه حتى يسافر بره حتى يعني يجرب، هو قال لك انا ما بحبش الغربه ونفسي العب في النادي الاهلي، فدي كانت رغبته. بس ما اثرش ده على مستواه يعني؟ كنتش حاسس انه لازم يبتعد عن الفرقه في التوقيت ده، ولا ما كانش عندك حلول؟ هو التوقيت ده ما فيش حلول عندي الا انه يلعب معايا. هو ما كانش مركز معايا في ماتشين بتاع سموحه وبتاع بتروجيت، هو لو كان مركز معايا كنت كسبت الماتشين دول، ده اهداف كتيره في الماتشين دول. فكان كل الكلام ان هو هيسافر بره او متواجد مع الفرقه لحد اخر يومين بالظبط.
فعشان كده أسرع معايا جامد يعني إن أنا ما قدرتش ألاقي بدايل لصلاح في الوقت ده، عشان كده أسرع معايا جامد بصراحة. لما اتسألت من الإدارة نمشي صلاح ولا نسيب صلاح، قلت لهم إيه رؤيتك؟ أنا قلت لهم رؤيتي إنه يسافر بره فقط لا غير، إنما يتمسك بيه حتى على الأقل فترة متبقية من الدوري، والموسم الجديد يقدر مثلا ينتقل بقى يروح الأهلي يروح نادي اللي هو عايزه. ليه نصحت بإنه يسافر بره؟ إمكانياته تسمح بذلك. إمكانياته كويسة جدا، يقدر يتعايش بره، يقدر يبقى نجم بره. بس يا ما اعرفش هل هي بقى يعني ضغوط خارجيه عليه من اهله من الوكلاء، ما اعرفش بصراحه يعني. ضغوط خارجيه انه ما يسافرش بره وانه انه ما يسافرش بره، متواجد هنا في اسواق يعني، هو في النهايه دي رغبته وهو الاراده بتاعته كده، ولا حاجه تانية انا ما اعرفهاش. انت اللي ادرى بالكواليس. لا 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 انا ممكن يكون مثلا حد من اهله عايز يقعد ما يروحش ما يتغربش، ممكن يكون الوكلاء عايزينه يروح نادي الاهلي، يبقى خطوه بالنسبه له هو بعد كده بيطلع بره. شايفها خطوه صح ولا غلط؟ لا غلط طبعا، غلط بالنسبه لصلاح انضمامه للاهلي في التوقيت ده غلط. لا غلط، بالذات الاهلي مليان نجوم وفرصته هتبقى انا شايفها قليله. نادي الاهلي عنده التلت الهجومي ده، صعب حد يخش فيه معاهم دلوقتي حاليا بصراحه يعني. صعب جدا يعني. كان ممكن من السنه الجايه مثلا لو الاهلي قدر ان هو يستغنى عن بعض اللاعبين فيهم كان ممكن ان هو ياخد فرصه، دلوقتي بقى صعب صراحة انه يثبت وجوده الا بس كان بقى ليه نصيب يعني. بيعتمد عليه برضه، بدا يعتمد عليه شويه الكابتن حسام يعني. شويه بس ما انا بقول لحضرتك الاهلي مليان نجوم، مليان نجوم الاهلي في الحته اعلى منه، اعلى من صلاح، اعلى من صلاح. على الاقل خبرات يعني، على الاقل خبرات. على الاقل خبرات. صلاح لسه صغير، 98، مواليد 98. مواليد 98 صحيح. لسه يعني 19 طيب سنه. منين حضرتك بتقول انه عقليته وامكانياته توصل انه يبقى محمد صلاح، ومنين بتقول انه في النادي الاهلي في اعلى منه؟ في النادي ما فيش حد اعلى من محمد صلاح بصراحه يعني في مصر. لا لو هو قريب من صلاح يبقى هو المفروض انه اعلى من الخامه اللي موجوده في الاهلي. محمد صلاح يعني مواليد 92، محمد صلاح عنده ما يقرب من 26 سنه تقريبا دلوقتي. صلاح عنده 19 سنه دلوقتي او 20، ففي فرق بتاع 6 سنين خبرات تفيد اللعيب، يقدر ينقل نفسه من مكان لمكان في الست سنوات دول، تفرق جامد. تفرق جامد. طبعا صحيح. طب انا لسه متواصلين مع حضراتكم في حوارنا مع الكابتن طارق عبد الله المدير الفني السابق لإنبي، وبنتكلم مع حضراتكم في رؤيته الفنيه ورؤيته للفريق في الفتره اللي فاتت والفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. نروح لفاصل، بعد الفاصل لسه كلامنا معاكم مستمر. طب لسه كلامي مع حضراتكم مستمر، وضيفي وضيف حضراتكم كابتن طارق عبد الله المدير الفني السابق لإنبي، وكنا بنتكلم على صلاح محسن. بس قبل ما ارجع ونتكلم على صلاح وعندي كمان نقاط تانية، انا معايا على التليفون كابتن اسامه حسن نجم نادي الزمالك السابق واللي كان متواجد كمان مع حضرتك في الجهاز في فترات سابقه. يا كابتن اسامه مساء الفل. ابو خليل مساء الجمال، اخبارك يا نجم؟ منور وانا متابع جيد ليك، وبهنيك طبعا نجاحك الجميل، برنامجك الجميل. انت عارفني انا ما بجاملكش، انت حاجه حد محترم وبرنامجك جميل ونسبه مشاهده عاليه جدا. ربنا يخليك يا رب. التوفيق يا نجم، على نجم التوفيق يا نجم ان شاء الله. على دماغي من فوق يا رب. حياتي طبعا للكابتن طارق عبد الله حبيبي. اهلا وسهلا كابتن اسامه. طبعا طيب عايز اسالك على انا عارف ان انت عندك امور كتير عايز تتكلم فيها، فابتدي انت الاول وبعدين هسالك اللي عندي، اتفضل. خليني اقول لك، انا وانا في نادي الزمالك مرنت على مدربين كبار جدا، مرنت مع هولمان، مهنا مشيل، ديكستال، مدربين كبار جدا. لما جيت اول خطوه في التدريب عشان انزل التدريب، من حظي ان اتمرنت مع كابتن عبد الله. خليني اقول لك من احسن المدربين اللي اتمرنت معاهم، وانا كلامي وشهادتي المجروحه انما دي حقيقه، وانت عارفنا يا ابو خليل الحقيقه ما بجاملش حد خصوصا في شغلي. ايوه راجل على مستوى عالي جدا من الفكر، على مستوى عالي جدا بالادب مع اللعيبه، بالاحترام، على تطوير ادائه زي ما شفت في ماتش الزمالك ما حسيناش بهزه، رغم اللي بيلعب انبي كان كابتن ايهاب جلال والزمالك، وكابتن ايهاب جلال عارف امكانيات انبي وعارف لعيبه انبي وهو صح. كان معاهم فتره الاعداد ما حسيناش بهزه خالص مع كابتن عبد الله، بالعكس ده استحواذ كابتن طارق، اداء كويس جدا، ما فيش ثبات انفعالي حتى منه هو على الخط، ماتش كبير عليه. لا الماتش كان بالنسبه له ماتش كان عادي جدا، مع انك بتلعب تيم كبير جدا زي تيم نادي الزمالك. خلاص كنت اتمنى من اداره انبي ان هو يكمل اخر الموسم، وخصوصا انت مش مطلوب من انبي غير الفتره دي
لو مش متواجد في المربع الذهبي عادي يا فني السادس والسابع عادي مفيش ما عندناش اي مشكله. ايوه بس بس اللي انا عارفه ان هم كانوا متمسكين بيه والكابتن طارق اهو دلوقتي قال انه هو احساسه انه خلاص ما عادش فيه توفيق فبالتالي الراجل قال لك خلاص قلت لهم انا مش قادر صح يا كابتن طارق ولا تمام ولا انما النقاط اللي بيتكلم فيها كابتن اسامه حسن دي كلها مردوده وكلها رصيد كبير للكابتن طارق في وقت من الاوقات اكيد هتيجي تكون الظروف افضل ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله. اتفضل يا كابتن اسامه كمل. خليني اقول لك كان هيضيف في عمل ميزه كويسه قوي يا ابو خليل الفتره اللي فاتت مع انبي ان هو اللعيبه حبته كويس قوي تعامل معاه كويس جدا. كان نفسي كان يختار جهازه وكان يستمر وكان هو بارادته هو وبشغله هو وبنجاحاته هو وتطويره من ادائه في الدوري التدريبي كان هيفرق كتير جدا 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 مع انبي وخصوصا ان انبي كان محتاج مدرب الفتره دي زي طارق عبد الله هادي مدرب كويس. والميزه اللي احنا بنتكلم عليها ابو خليل اللعيبه لما اللعيبه تحب مدرب بتخلص له في الملعب صحيح كان في عدم توفيق كبير جدا 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 اول مره اشوف عدم توفيق يحصل لمدرب بالشكل ده ثلاث ضربات جزاء في ماتش سموحه دقيقه 90 ماتش الجيش جون ماتش بتروجيت 92 جون في الجيش ضربتين جزاء ماتش الرجاء بتتكلم خمس ضربات جزاء في اربع ماتشات توفيق ما تحصلش خالص لو انت قاعد تحسبها عمرها ما تحصل صحيح ظروف صعبه وظروف صعبه فانا اتمنى كابتن الفتره الجايه يركز شويه يتقل شويه في قراراته انا عارف ان جاله عروض تاني لا يتقل نادي انبي محتاجك نادي انبي كبير الفتره الجايه متواجد ان شاء الله كابتن طارق وهتعمل اضافه كبيره لنادي انبي اللي احنا محتاجينك في نادي ان شاء الله كابتن ان شاء الله باذن الله. كابتن مصر انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن اسامه حسن نجم نادي الزمالك وكان تعقيب مهم جدا لكابتن طارق عبد الله. طيب هل صلاح محسن هينجح مع النادي الاهلي ولا لا؟ هينجح بس مش دلوقتي لما ياخد فرصه يعني بتتكلم في موسم اتنين لحد لا ممكن الموسم اللي جاي يكون ظهر بشكل كويس تمام. طيب ايه قصه رامي صبري؟ ايه اللي حصل؟ رامي كان النادي الاهلي عرض عليه قبل نهايه انتقالات شتويه بكام يوم كده فهو حب يروح النادي الاهلي فكان عندنا احنا بصراحه في حته سنتر هافات دي او سرد باكات دي نقص عددي مفيش اللي عندنا ثلاثه وناشئ او اللي هو احمد يوسف فكان صعب نسيبه ان احنا انت مش هتعرف تعوض رامي في الوقت ده فمصلحه الفرقه ان رامي يبقى متواجد حتى على الاقل السيزون ده او نهايه السيزون ده ومن بدايه الموسم الجديد نقدر يحصل تفاوض ثاني وتقدر انت تجيب بدل لرامي صبري. وايه قصه انه تمرد؟ ما قال انه هو مصاب لا 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 ما تمردش ابدا لا من ده رامي صبري من كابتن الفرقه ومن الناس المحترمه جدا ما مسكش الخلفيه ما كانش لا 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 مع دكتور الفريق وساله كابتن عبد الناصر محمد قال له ما بتنزلش التمرين ليه؟ قال له الخلفيه شويه لا 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 ده هو كان داخل ياخد جلسه وحصل نقاش يعني مع كابتن عبد الناصر وفي اليوم ده ريح ما نزلش تمرين بس كان تاني يوم بالامانه كان موجود معايا في التمرين بامانه طب ليه توقع عليه عقوبه وبعدين اترفعت؟ كان هو بس كلاش كده بس خفيف واختلاف في وجهات النظر هو كان متحمس او انه يروح فرصه ليه ممكن ما تتكررش تاني فكان متمسك بيها لابعد الحدود وانا مصلحه النادي كان في وجود رامي صبري في الفتره دي يعني في الفتره دي فحصل الكلاش بسيط يعني. هل تتخيل الاهلي ممكن يجدد عرضه مره ثانيه مع نهايه الموسم وياخد رامي ولا لا؟ ممكن المكان ده اصلا في مصر مش متواجد كتير اللي هو سنتر هافات دي ولا الباك الشمال يعني دي مشكله هنا في اغلبيه الانديه في مصر فممكن اتوقع ان النادي الاهلي يجدد رغبته في انتقال رامي دي. رامي لعيب مؤدب وعقليته عقليه مميزه. هل بتشوف انه انضمامه للاهلي في وقت من الاوقات ممكن يبقى له بوابه يروح بيها المنتخب الوطني ولا لا؟ خاصه احنا بنتكلم على المركز ده تحديدا انه بقى عزيز يعني شويه. رامي صبري يتمناه كل مدير فني سواء فنيا او سلوكيا بصراحه يعني. فهو حته ان يروح نادي الاهلي ويجي له يعني تبقى بوابه بالنسبه له يحترف بره دي ممكن تبقى بوابه بالنسبه له. ما تقاليش يحترف يعني سنه كبر شويه يعني ممكن ممكن يبقى في المنتخب. ممكن هو المنتخب طالبينه الفتره اللي فاتت دي واخدين يعني من ضمن الناس اللي ممكن يسافروا في الماتش الودي يعني طالبينه يعني. فاتمنى له التوفيق شخصيه كويسه وكابتن وقائد للنادي انبي. ايه رايك في الدوري السنه دي؟ دوري صعب جدا ودوري هايل دوري بصراحه من افضل دوريات انا شفتها في حياتي باكبر دليل انت لا يمكن تتوقع نتيجه مباراه الا مباراه النادي الاهلي ممكن تتوقع نسبه 60-70% النادي الاهلي يكسب بقيه المباريات كلها. اشمعنى الاهلي تحديدا؟ الاهلي تحديدا عنده صف ثاني وثالث اعلى من اي
لعيبه في بيتي دوري ممتاز. مش هقول لك كمان الاساسيين، بقول لحضرتك صف الثاني والثالث. ثالث لحد الثالث. لحد الثالث. يعني الثالث يلعب بره في جميع الانديه الدوري يلعب اساسي. فعنده صف ثاني وثالث، فما عندوش مثلا مشكله ان اللعيب يغيب اصابه او انذارات او طرد. اللي دي اللي بيعاني منها بقيه الفرق، ان لو حد لعيب مميز عنده اتصاب او طرد او كده بتاثر على الفريق. ايه رايك في كابتن حسام بدري؟ مدرب طبعا مميز طبعا، واكبر دليل النتائج بتاعته. لسه مستمرين مع حضراتكم في حوارنا مع الكابتن طارق عبد الله. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل هيبقى عندنا اسئله السبوره ان شاء الله. خليكم معنا. نبتدي مع كابتن طارق عبد الله. اسئله السبوره، نعم ولا؟ جاهز؟ جاهز. يلا بينا. المرحله الاولى، رفضت رحيل صلاح محسن الى الاهلي في يناير؟ نعم. نعم، صريح. صلاح محسن افضل مهاجم في مصر حاليا؟ لا. مين الافضل؟ ازارو. ازارو. اندهشت من الرقم الذي انتقل به صلاح؟ نعم. في لعيب في الدوري المصري بيساوي الرقم ده؟ لا. مفيش؟ لا. انت صريح قوي يا كابتن طارق. اه صريح. صلاح محسن رفض عرض مالي كبير من الزمالك للانضمام الى الاهلي؟ لا. لا لا، تقريبا كان نفس الـ 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 الرقم. الرقم اللي بعده. قفشه يستحق، محمد مجدي قفشه يستحق اللعب في الاهلي او الزمالك؟ نعم. لعيب كبير؟ طبعا، ده من ولادي يعني. لعيب مميز بصراحه. طبعا ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه. الافضل لرامي صبري البقاء في انبي، نعم ام لا؟ في الوقت الحالي نعم. في الوقت الحالي نعم. هو مش الافضل لرامي، تقصد الافضل لانبي؟ الانبي بقاء رامي. الافضل لانبي بقاء رامي. بقاء رامي، بقاء رامي في انبي الفتره دي. صحيح. اللي بعده، لست سحب قرار في انتقالات انبي الماضيه؟ نعم. كنت سحب قرار؟ لا يا كابتن، بصراحه دي زياده عن اللزوم. لا والله. لان انت موضوع صلاح محسن كان صعب، ان انت يعني الضغوط كانت كبيره قوي. فبالتالي صعب ان انت توقف، صعب ان انت توقف موضوع صلاح محسن. هو تقريبا هو الانتقال الوحيد اللي في يناير صلاح الوحيد محسن. كان علي لطفي كان عقده خلص. فكان انتقاله عادي طبيعي يعني. صحيح. اللي بعده، ظلمت برحيلي عن انبي؟ لا، ده عن رغبتي. عن رغبتك. صحيح، عشان بس يبقى واضح للناس. لا، عن رغبتي. اللي بعده، لو عاد بالزمن لن اوافق على قياده انبي في هذا التوقيت؟ لا، هوافق بس بشروط تانية خالص. ايه هي الشروط؟ شروط يعني كان دعم يبقى اقوى. من الفتره دي يعني. دعم دعم ايه؟ دعم معنوي ولا دعم على مستوى اللعيبه اللي تيجي في يناير؟ على مستوى اللعيبه اللي تيجي في يناير. محتاجين اللعيبه افضل من يعني ابتداء دعم اللعيبه الموجوده يعني. صحيح. اللي بعده، كانت هناك مؤامره من بعض لاعبي ام بي ضدي؟ لا 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 خالص خالص. لا لا خالص. زي ما كابتن اسامه بيقول بيحبوك. لا لا، كلهم عليا علاقه كويسه جدا بيهم، وانا بيني وبين اللعيبه لكل احترام. اللي بعده، ايهاب جلال بين قوسين باع انبي، مقتنع بالكلام ده ولا لا؟ لا، ما باعش انبي، هو شاف مصلحته انه يعني تبقى خطوه بالنسبه له يروح الزمالك. ودي تبقى خطوه ان يقدر يمسك منتخب مصر. لو كنت مكانه كنت هتعمل ايه؟ انا موقف صعب بالنسبه لي يعني، بالذات انا من ابناء انبي، يبقى صعب. لو انا من بره انبي ممكن كنت قلت لك راي ثاني خالص. كنت هتاخد تقريبا نفس القرار؟ تقريبا. كان نفس القرار. اللي بعده، الاهلي بطل الدوري هذا الموسم وبدون منافسه، نعم ام لا؟ نعم. نعم. الحضري الاحق بحراسه المنتخب في كاس العالم؟ لا لا، مش الحضري. لا لا، عواد. عواد هو الاحق. هو الاحق. اللي بعده، تراجع امبي بعد رحيل ايهاب جلال بسبب رحيله بشكل مفاجئ، ارتباط اللاعبين بيه ولا سوء التوفيق؟ لا، سوء التوفيق. سوء التوفيق. أكثر ما أثر على إنبي هذا الموسم، تغيير المدربين ولا ارتباط اللاعبين بالانتقالات ولا عدم وجود الاستقرار؟ ارتباط اللاعبين بالانتقالات. بالانتقالات. صلاح محسن سيتألق مع الأهلي بسبب جودة اللاعب ولا حبه في الأهلي ولا ثقته الكبيرة في نفسه؟ أنت حضرتك قلت لي مع الموسم اللي جاي، بس أي حاجة من الثلاثة دول؟ ثقته الكبيرة في نفسه. ثقته الكبيرة في نفسه.
سبب ارتفاع سعر صلاح محسن؟ مزايدة الأهلي والزمالك ولا عروض أوروبا ولا مجلس إدارة إنبي وشطارته يعني؟ أه مجلس إدارة إنبي. في إيه؟ شطارة مجلس إدارة إنبي. في إيه؟ إن هو جاي له عروض طبعا بره وأكد إن هو هيكون يعني كان ضروري إنه يسافر بره. فرفع السقف. فرفع السقف. صح. اللي بعده. أفضل لاعب في إنبي هذا الموسم صلاح محسن ولا أفشة ولا رامي صبري؟ لا أفشة. أفشة. وقفشه ده اسم ايه؟ محمد مجدي قفشه. ايوه اسم الشهره يعني. اسم الشهره. اسم الشهره. ليه بقى معاك؟ ما انت اللي مطلعه. لا هو طلع الاسم ده على نفسه يعني عنده. قفشه. قفشه. ماشي ما يجراش حاجه. اكتر الانديه استفاده بالميركاتو الشتوي الماضي الاهلي ولا الزمالك ولا انبي؟ لا طبعا الزمالك. الزمالك. الزمالك اه. افضل لاعب في مصر الموسم ده عبد الله السعيد ولا ابراهيم حسن ولا صلاح محسن ولا اسم رابع؟ عبد الله السعيد بلا منافس. عبد الله السعيد بلا منافس. كابتن طارق انا الحقيقه انبسطت جدا وانا ببقى مبسوط قوي بالشخصيات الصريحه اللي عندها رؤيه كده ما بتداريهاش يعني. لا الصراحه مطلوبه طبعا لازم تبقى واضح. ناوي تعمل ايه الفتره الجايه ده اخر سؤال؟ لا لسه ما فكرتش والله باخد شويه بس اخد نفسي شويه بس الفتره دي وفي تفكير في كذا حاجه يعني ان شاء الله في كذا عرض اه باذن الله ان شاء الله نفكر بهدوء بس الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. ماشي كابتن طارق حضرتك شرفتني ونورتني وانا كنت سعيد جدا جدا بوجود حضرتك معايا. انا بشكرك يا استاذ ابراهيم ويعني وعلى برنامجك الجميل ده بصراحه وبرنامج محترم اشكرك واشكر القائمين عليه واتمنى لكم كل التوفيق وكل التوفيق لحضرتك برضه ان شاء الله باذن الله. شكرا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده من الحريف بشكر فريق العمل بالكامل ونشوفكم ان شاء الله باذن الله بكره في نفس الميعاد. لا هنبقى متاخرين شويه بكره ان شاء الله باذن الله الساعه 11 عشان عندنا ماتشات في الدوري من 11 لواحد هنكون معاكم ان شاء الله باذن الله وهيبقى ضيفي وضيف حضراتكم لاول مره في اول ظهور في حوار تلفزيوني الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي. خليكم دايما معانا في دي ام سي سبورتس. تصبحوا على الف خير. السلام عليكم.